اسمها لهيب بالشوق. اسم امي لهيب. صدق؟ ايه؟ ما شاء الله عاشت الاسامي. ايه عاشت. خالتي لهيب. ايه على راسي والله. ايه وايد حلو الاسم. حيل وحيل يلوق على عطر. لا انا اول مره اسمع ان اسم ايه؟ يعني امراه لهيب. اسمها لهيب. والوالد الله يحفظه عدنان. ايه عمي عدنان. ايه بعد عمري. واخوانك وخواتك؟ فواز وفرح. انتي اكبر؟ ايه انتي الكبيره. ايه انزين فوز على طاري العطر ولهيب. شنو هالمسلسل اللي صار في معرض العطور؟ اي والله بصراحه مسلسل كوميدي. انا قليل اصلا انحط بهالمواقف صراحه، هذه اول مره. صالح انا من بلشت في السوشيال ميديا اول مره انحط في كذي موقف يعني. وللأمانة يعني اللي حطنا في هالموقف اتصل واعتذر يعني كان في مكالمات بعد اللي صار يعني، لأن صارت لوية الكل قام يعني حوسة حوسة يعني، الكل طلع في صورة هو مو صورته، وكل الكل انحط في موقف ما كان وده ينحط فيه. وبالنهاية يعني بزنس از بزنس، صح ولا لا؟ احنا رايحين نشتغل صح، يعني هذا الكل يدري، وهالاشياء تضر الشغل، تضر انت ايمج مالك بشغلك. وبالنهايه احنا عايشين في الكويت كلنا نشتغل مع